ولد حي الرياض، الوالدين ديالو توفاو وتيعيش مسكين بالزنقه هذه مده ديال عامين. انا تنعرفو مسكين هذا، ودائما دابا راه جايه 3 شهور هو فهاد البلاصه هذه. هذه هي بلاصتو هنا تينعس بالليل هنايا. دابا راه يمكن خرج عيط قدا شي حاجه ولا يمشي يشري بكاره ولا هادي. هيا بلاصتو شتي الجيران باقي المغرب مازال نوض تعشى نوض سير بالله تزار هو غاتعشى معاه نوض هز داك الشيء واجي حوايجك لا صافي ما نمشي ونوض تعشى غير تعشى نوض تعشى معنا نوض غاتعشى غنمشي عليك غنمشي عليك اسين اصاحبي يلاه نوض اسين خلينا هنا بلاتي واجي غاتعشى بغينا نكون شي تعشى كلينا اصاحبي كليت صافي خدينا هاد المبادره هذيك كل سنه تنديروها كل سنه تتكون هاد المبادره انسانيه لفائده هاد الاشخاص بوضعية الشارع. كما تتعرفوا ان الحمله بدات منذ بدايه الشتاء وخصوصا في هاد الاجواء الليليه اللي تتكون فيها البرد القارس. التعليمات ديال السيد الباشا تعطات هذه مده دابا تقريبا اكثر من شهر وحنا تنشتغلوا في الميدان. حملات اللي تتكون ماشي نقول يوميه ولكن تتكون اسبوعيه، وتتكون حالات اخرى اللي يمكن بعض التدخلات ديال بعض المواطنين للسلطات المحليه تيتنقل الفريق ديال اللي مداوم عندنا هنايا من منظمه الهلال الاحمر، التعاون الوطني، من المجتمع المدني، ممثلين فاعلين في المجتمع المدني تيتنقلوا تيجيو هذيك الحاله. يعني كما تتعرفوا ان هذا المركز دابا اللي مورانا تاسس تم الاصلاح ديالو. دابا حاليا يعني فيه تقريبا على ميزة 50 سرير. المرحلة الأولى دخلنا فيها 24. كاين بعض الأشخاص اللي العائلات ديالهم تعرفوا عليهم وجاو تسلموهم وبقاو عندنا أسير خاويين. اليوم كما تتعرفوا خرجتوا، وأنا تنشكركم وتنشكروا كاع المواقع الإلكترونية اللي خرجوا معنا وعينوا وشافوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الناس هادو. ملي تيدخل الشخص يعني تيستافد من الاستحمام، من بعد تيديروا لي حلاقه، من بعد تتعطى لي البسه. كاين فريق اللي هو ديال الهلال الاحمر اللي تيدير الاسعافات الاوليه الا كانت شي جروحات، الا كانت شي حاجه شي ادمان، شي جروحات جلديه تتم المعالجه ديالهم. من بعد يعني تتعطى لي سرير وتيستافد من التغذيه في اطار ايواء مستعجل. هذه العمليه مازال مستمره طيله هذا البرد حتى على ما اظن حتى فصل الشتاء. تنشكروا السيد الباشا اللي المجهودات ديالو الخاصه مع المندوب ديال التعاون الوطني هما اللي قايمين. كاين بعض المواقع اللي هما جرائد محليه ولا وطنيه كانوا كتبوا بان بي 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 باننا يعني توصلنا من منح من طرف الجهات المعنيه او من الوزاره، وهذا هذا هذا الشيء غير صحيح. لان انا خص انسان خصو تيتحرى على الخبر، خص الخبر يكون مقدس، ماشي انسان يقول شي كلام وفي الاخر ما يعرفش. هذه مجهودات ديال السيد الباشا، السلطات المحليه، التعاون الوطني مع بعض الجمعيات اللي تيتعاونوا معنا الله يجازيهم بخير ومحسنين. كاين بعض المحسن اللي تيجي تيقول لك اودي انا غادي نعاون مثلا بقبه، تيمشي تيتقدى مسكين شي مواد غذائيه وتيجيبها. هذا الشيء اللي كاين. اما بالنسبه للاسير لا، وداك الشيء خديناه من المؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه، وكذلك تدخل ديال السيد الباشا مؤخرا في العماله اللي جاب واحد 30 ديال السرير و30 ديال سميتو. وهو كان الامور، وهذه راه بلادنا يعني خصنا، وتنتمنى يعني هذا العمل هذا عمل انساني. يعني تنتمنى تبع الجمعيات وبعض المواطنين اللي هما اللي عندهم بحال هاد الاشخاص اللي تيعيشوا عندهم في الاحياء يتهلاو فيهم تدوز هاد الحمله ديال البرد، ماشي تبقى تعب الهضره هكايا وهادي وهادي. بالنسبه للاشخاص اللي كتكون الحاله الصحيه ديالهم مسؤول. بالنسبه انتم دابا واحد الحاله انتم شوفوا الامبيلونس واقفه، واحد الحاله الان يعني السيد تيعاني من 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 ملصق لي واحد التيو ديال هذا، وانه تيعاني من شي مضاعفات عنده في الباطنيه. دابا غادي يتم النقل ديالو، انا نيت غادي نصاحبو، انا نمشي معاه دابا غادي نديو له المستعجلات باش يستافد من العلاج، وربما الى تعطاه باش ينعس تما راه ينعس، وملي ينعس ان شاء الله راه حنا غنجيبوه هنايا. وحنا هذه العمليه دائما راه تبقى مستمره، وتنشكركم، وهذه بلادنا ونحن جنود مجندين وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس. المركز حاليا اللي هو دابا تيبان لينا كافي، حنا كاين 50 سرير دابا اللي عندنا، دابا وصلنا تقريبا واحد 32 اللي عندنا دابا كاينه. الا كان بان لينا عدد اخر، لان كاين بعض الاشخاص اللي ما تيبغي ما خرجتوا، راه شفتوا بعينيكم كاين اشخاص اللي عند تستعملوا معاهم قاعه يضربونا،
ما بغاوش يدخلوا لهذا المركز، ولفوا حياه ديال الشارع، ولفوا حياه ديال الليل. كاين اللي مبليين بهذيك بناء الكول وبهذا، يعني هذوك صعاب باش انهم يجلسوا، لانهم ديجا المخدر يعني بقى بالجسد ديالهم، ما يمكنش انهم يبقاو لينا هنايا ولا تيهربوا لينا كاع، بعد ما تينقصوا وتيهرب. بهذه المناسبة تشكر المواقع الإعلامية، زعما صراحة المجهود اللي قامت به معنا في هذا اليوم، اللي قمنا بعملية ديال إيواء دوك الناس في وضعية صعبة في الشارع. بدوري كنشكر السيد العام اللي عطى هذه البادرة، وكذلك السيد الباشا والسلطات المحلية، وكنشكروا رجال الأمن اللي قاموا معنا بواحد الدور فعال، تنشكروا القوة المساعدة والهلال الأحمر والتعاون الوطني اللي زعما هادو كشركاء في هذه الحملة هذه، وبخصوص بعض الفاعلين الجمعويين توما اللي خرجوا معنا في هذه الحملة هذه، اللي كما كتشاهدوا زعما صراحة نعود نكررها، لأن هذه العملية مستمرة منذ بداية فصل الشتاء اللي كتعاني هذه الفئة واحد معاناة كثيرة كثيرة بزاف. وزعما صراحة هذا المركز هذا اللي تيوي أزيد من 48 50 حتى 60 شخص، ونشكر ما تفوتنيش الفرصة الناس الجنود الخفاء اللي ما تيخرجوش معنا، زعما صراحة كاينين الناس محسنين تيساهموا زعما وما تيبانوش، هاد الناس هادو تا هما نوجهوا لهم الشكر الجزيل. وبدوري باش ما تفوتنيش الفرصة كذلك الناس القيمين على هاد المقر هذا، الإخوان اللي على رأسهم السيد الباشا اللي زعما صراحة تيقوم بواحد العمل جبار جبار وكبير بزاف، زعما صراحة مشكور، لأن اش نقول لك شي حوايج اللي تيديرها ما تيبغيهاش تقال زعما صراحة. وكذلك بعض المعاناة اللي تيعانيو الإخوان هي اللي تنطلب منهم، هما الناس ديال مدينة القنيطرة، لقينا ناس عائلاتهم وسامحين فيهم، هذا الشيء مؤثر بزاف زعما صراحة. ملي كتلقى واحد عائلته تيقول لك أنا هداري وسامحين فيه، على الأقل بعدا إلا ما استطاعش باش يشدو غير يخبر السلطات المحلية هي تكلف به، عم يخليش في البرد زعما صراحة. كيما واحد ما تيبغيش خوه ولا عمو ولا شي حاجة، هذا الشيء تيضرنا في خاطرنا، تنطلبوا هذه رسالة كنوجهوها للناس اللي عندهم ناس مراد ما قدوش يشدوهم، يلتجؤوا للسلطات المحلية راه فاتحة البيبان ديالها زعما صراحة، ويجيبوهم للمركز هنا، على الأقل بعدا تيلقاو التطبيب، تيلقاو الماكلة، تيلقاو ما تيبقاوش في ديك الوضعية اللي هذيك الصورة اللي كتشوه البلاد ديالنا، بقاو نشوفهم في الشارع تينعس في الشارع، تلقاو يتعرضوا لعملية تخريب لبعض السيارات، تيضربوا زعما صراحة. كاينين ناس عانفين وكاينين ناس مسالمين مساكن عام رايحين، هذا نداء للإخوة اللي عندهم هذه الحالات هذه، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يرفع لنا هذا الوباء هذا، ونجددوا الولاء ديالنا للسده العاليه بلا صاحب جامعك محمد السادس نصره الله، اللي زعما الصراحه التعليمات ديالو من الفوق تتعطى للعمال والولاة والاقاليم، وتنبغي هذه العمليه تعمم على جميع الاقاليم والعمالات ديال المملكه ديالنا.